لو الحكاية فيها إن فيتو. هي القضية أصلاً ترجع ليوم 8/11/2013 لما كنا في نادي التجارة قاعدة، ودي أصلاً كان يوم جمعة. يوم الجمعة معروف إن هو يوم مسيرات إخوان، ويوم كله بيضرب في بعضه، وإحنا في النص قاعدين يعني. كنا قاعدين انا ومحمد بصلة وحامد محمد ومحمد ابو سليف مناسب حمل التمرد في المنوفية. فوجئنا بصوت مدرعات موجودة. انا كشغلي كعملي انا لو ما طلعتش ان انا اشوف فيه ايه واقع عليها جزء، مش جزء ماديا او جزء انا بحب شغلي ولازم اطلع اشوف فيه ايه. طلعت اشوف فيه ايه، فوجئت ان هو تم القبض على زميل، تم القبض على محمد بصلة، محمد محامي ومعروف وموقعه السياسية موجودة هنا. فكان خبر القبض عليه لوحده هيبقى خبر هيعمل ضجه كبيره. حاولت ان اصور فيديو، طلعت الدور الثالث في نادي التجاره، بدات اصور في واحد شافني ففوجئت برئيس المباحث محمد ابو العزم طالع جبنا من فوق وقال لي دي بنفس اللفظ دي اخر مره، دي اخر مره ليك بقى كده، انت كده خلاص، انا كده خلاص جبت اخرك، انت كده خلاص جبت اخرك معايا. خدنا طلعنا على النيابه على الاسم، عملوا لنا محضر. كان العاده يعني كلام تهم معلبه اللي ما فيش اي حاجه، قطع طريق، تجمهر، قطع اعتداء على الشرطه، سب، كلام المعتاد اللي هو يروح لكل الناس. الازمه في ان احنا طلعنا من النيابه واحنا اصلا كنا ثلاثه ما كناش نعرف حاجه، فوجئنا بان هو اتعمل لنا جلسه مضافه لها سته دولت احنا عارفين، احنا نعرفهم لان هم من قيادات الاخوان وعرفنا ان هم اتقبض عليهم فعلا، بس احنا ما كناش نعرف ان احنا معاهم. فوجئنا ان هم عملوا لهم جلسه، وجلسه طلعنا قرار ضبط واحضار، قرار ضبط واحضار حتى احنا ما جناش ميعاد جلسه، اختار بميعاد جلسه او باي حاجه، عرفناها بص صدفه من متابعه الاخبار مع الزملاء سواء المحامين او المستشارين، يعني حاجه بالصدفه. لو تعليقي على القضيه نفسها يعني بجد حرام اللي بيحصل للصحفيين. احنا خلاص ناس مننا بتموت وناس مننا في السجن، ده كله عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ماسك كاميرا امبارح ولا من اسبوع لما كنت واقف في وقفه مياده كنا بنهتف بنقولها احنا عمرنا ما هنسلم، وده هيتن وشعارنا على طول، عمرنا ما هنسلم، هنتن طول حياتنا ندور على حاجه واحده، حق الناس. حق الناس هو الهدف الرئيسي بتاعنا، احنا بصوت المستضعفين في الارض احنا اللي هنطلع الحقيقه هنا، سواء كان رئيس مباحث، سواء كان ضابط، سواء كان ايه، ماليش دعوه بحد، انا بتعامل مع الاشخاص كشغل ليس اي حاجه تانيه.